النهارده هنتعلم مع بعض بدائل لكلمة shut up وكلمات وتعبيرات ممكن تستخدمها لما تحب توقف حد في الكلام او تقطعه في الكلام من غير ما اطول عليك. الحلقة مهمة جدا ويلا نبتدي مع بعض. واول تعبير معانا وهو bite your tongue او hold your tongue، ومعناها امسك على لسانك، مش معناها اخرس قوي، او اخرس لو عاوز تعتبرها كده، بس بتستخدمها في موقف معين لما هتحس ان حد هيغلط في الكلام او هيلخبط في الكلام ويقول كلام يتحاسب عليه بعد كده. ممكن يكون واحد صاحبك فتقول له hold your tongue، bite your tongue، don't talk to him now، ما تكلمهوش دلوقتي بس عشان ممكن تشتمه وتغلط. bite your tongue، hold your tongue. وتاني تعبير معانا هو zip it. zip it يعني السوسته، كانك لما اقول لك اخرس كده اقفل بقك بالسوسته خالص ما تفتحش بقك، بس لازم تقولها لحد انت تعرفه، ابنك بقى، واحد صاحبك متضايق منه او حاجه. zip it. zip it. وتالت تعبير معانا هو shut your mouth او shut your pie hole. pie hole في العاميه معناها برضو mouth، اوكي؟ معناها اخرس خالص ما تفتحش بقك. shut your pie hole. معانا كمان تعبير حلو جدا وانا بحبه لانك ممكن تستخدمه في مواقف رسميه او غير رسميه لحد ما، وهو cut it off. ناس بتتكلم كتير مثلا وانت عاوز تقوم بطلوا الكلام شويه. cut it off. cut it off. cut it off. لا هو في اهانه او شيء، او ممكن مش معناه اخرس قوي بس هو معناه بطله. cut it off. بديل بقى مهم جدا لكل المدرسين في المدرسه، انا بسمع احيانا مدرسين يقول لك shut up، مش مناسب قوي انك تقول لطفل في المدرسه برضه حتى لو هو اصغر منك shut up. الافضل انك تقول be silent please، be quiet، ممكن كمان تقول mute. mute يعني الصمت كله يسكت. mute. ومعانا كمان seal your lips، وقريبه في العربي قوي لي مش اخرس بس اقفل بقك خالص. بتقولها لحد حاسس ان هو هيدلدق في الكلام او هيقول سر انت مش عاوزه يقوله، اوكي؟ فلسه هيك بتقول اوب 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 seal your lips. seal your lips. لو عاوز بقى تقاطع حد في الكلام هتستنى لغايه لما يسكت حتى لو ثانيه كده او نص ثانيه وتقول له sorry for the interruption but، انا اسف على المقاطعه لكن، وتبتدي بقى sorry for the interruption، او بسرعه بتقال interruption. interruption كأن مفيش تي. interruption. اخيرا تعبير say no more، وهو فورمال قوي كده وتبان شكسبير اللغه الانجليزيه في نفسك، بس معناه ايه بقى؟ بتستخدمه في موقف لما واحد هيقول لك حاجه وانت خلاص فهمت، فانت مثلا عاوز تقول له ايه؟ واحد مثلا صاحبك بيقول لك and I saw them in the car، انا شفتهم في العربيه and they، هو هيقول لك بقى they were kissing each other، كانوا بيبوسوا بعض، فبس انت محرج بقى فهتقول له ايه؟ say no more، هتوقفه عن انك شفتهم في العربيه يعني. I saw them in the car، هتروح انت جاي قايل له say no more، خلاص بقى كفايه على كده، حلوه قوي عشان يعني دي كانت تعبيرات تقدر تقاطع بيها حد في الكلام او بدايل للشطب لو انت عاوز تعتبرهم. لو الفيديو عجبك شير ولايك وسلام.